حلقتين أنس؟ هاي الحلقة الثانية. okay. أول شيء ببدأ تحيدين متى جيتك في 2454 بهالفكرة؟ hey. يعني من زمان. وين من زمان؟ ترى على فكرة اللي أشوف الفيديو هاي يمكن من أوائل الناس اللي يعرفون هالفكرة أصلاً اللي أقول لكم من زمان يستنطبخ أنتي ترى. ما خبرت حد. قليلين. يعني عندهم بقول منه بعدين حد ثاني في حلقة ثانية بس. okay. ما في وايد يعني أنتي من أوائل الناس كنا صدق بنسوي شيء. صح. تذكرين؟ صح. بعدين طول الموضوع وأشياء تغيرت. بس سنتين على الأقل أتوقع. أظن أكثر عن سنتين. خلنا نقول عشان ما يقولون هاي كم عمارهم. أظن أكثر عن سنتين. وكل شيء في وقتها حلو. المهم بس كان من أهم من الشخصيات اللي بايلس وياها أنتي. شكرا. ما أشوفك كشخصية عادية. مش مجاملة ولكن غير أنتي غير من بنقول من النظارة اللي تونا نقول سيجنتشر للابتسامة اللي دائما موجودة في أظن في أي في أي إيفنت في أي في أي مكان دائما فيه ابتسامة الحمد لله معناته في شيء وراء الابتسامة وبس أحس أسلوب متحضر أعرفك أنت شخصيا كصديقة كأخت فأعرف هالجانب بس بعد مرات أشوف الجانب مش وايد غير عن الجانب الرسمي هل أنت تحسين اللي تشوفون أنتوا في الجرائد وفي المجلات غير عن الشخصي ولا تشوفينه نفس الشيء؟ دائما إحنا يكون عندنا هالسؤال أنس يعني هل أنا في السوشيال ميديا نفسي أنا في الحياة العادية هل أنا في الشغل في المكتب نفسي أنا في البيت أو نفسي أنا مع أصدقائي أظن الشخصية تلعب دور وأحس كل ما كانت الشخصية وحدة كل ما كان أفضل. تحسين يستوي نورة؟ يستوي الواحد يكون عنده شخصية موحدة لكل المحافل لكل الأحوال؟ طبعاً الشخصية تكون شخصية واحدة بس التعامل يختلف يعني أنا بتعامل في المكتب مع زملائي غير ما بتعامل مع خواتي وإخواني في البيت أكيد إنزين فالتعامل أحس بيختلف بس الأساس واحد الأساس واحد الشخصية لازم تكون واحدة أنا ما أحس أنه مثل ما يقولون فير أو عدل أن تكون شخصيتي في البيت متذمرة وزينة في المكتب أو العكس في وايد ناس دي هي يعني ما بشل الوزن الثقيل وبودي البيت وبفرعك لحد صح يعني أنت تحس عمرك وما يستاهل وما يستاهل أنت تحس عمرك شنطة ثقيلة شنطتك وفرها عليك ليش يعني فأحس الشخصية لازم تكون واحدة لأن الاستقرار مهم مع ناس يعني أنت يوم تكون مستقر نفسياً تحس إنك جالس في اجتماع طبعاً في اجتماعات تكون متوتر وفي اجتماعات تكون مش متوتر طبعاً إذا بس ليش تتوترين؟ الحين أنت ما تحسي خلاص وصلتي خبرة إن ما توتر في أي شيء لا دائماً في لازم مرات يكون في توتر أنا أشوف مرات ترى شيء إيجابي هي. يوم واحد شوي يخاف شوي هي لازم يكون في هل هالمواقف اللي انت تحس انك في الادج ايوه توني كنت بقول تو بي اون ادج اون ادج انت شو تسوين لو ملانه في الاجتماع هل تحسين مخ يعني هل تقدرين عشان ترى أيوة. موضوع الاجتماعات موضوع علم كامل يعني مثلا نعرف بعض المؤسسات عالميا وحتى عندنا في الامارات ما في كراسي في بعض الاجتماعات اي يوقفون هم واقفين عشان يبون بس الخلاصه اللي تم تتفلسف بس قول لي اللي تبغاه والاجتماعات اللي ما فيها باوربوينت هي ما أدري ومرات تشوفين من 90 دقيقة ولا 60 دقيقة 5 دقائق الفائدة بس هي. فتقولين ضيعت 55 دقيقة على شو صح فأنت شو يستوي لك في هالمواقف شوف على حسب كيف اجتماعاتك أنت سريعة اجتماعاتي أفضل أن تكون سريعة أفضل أن إذا اجتماع دسم جدا 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 في الوزارة ما يكون أكثر عن ساعة أوكي إذا بندخل في التفاصيل يمكن نقدر نطول وبعدين أنس إحنا وزارة الثقافة صح فلازم تسمع أكثر لازم تأخذ وتعطي لازم تستشير ناس الموضوع يباله slow cooking رواء صح إذا أقدر أقول هالشيء تعرفين شو الغريب نورة أنا يعني معروف أن أنا نشيط في السوشيال ميديا بس ما أطيق أسولف على الواتساب ولا تلفون يعني لو تتصلين بي هنس خلنا نسولف وشو الجو وكيف رطوب ما بأتكلم فيوم الناس يتصلوني عندي بعض الكلمات اللي يلا مشي مثلا حد يتصل يقول له عامر يعرف ان السيدة لازم يقول لي وكيف تنهي المكالمة
خلاص اوكي شي شي شي. بس يعني شو قصدي الناس يستغربون انت اللي هلقد ترمس وتتفلسف على السوشيال ميديا مو بعرف تتكلم كلمتين عتلهم ما احب تعرفين ليش افضل هالشيء واحس ما عنا هالشيء ان تشوفين تعابير وجه ولا التون نبره الصوت ضروري ما تعرفين حد يسبك ولا يمدحك ولا يا ما نفهم الشغل ايميلات معظمها نفهمها غلط ايميلات نفهمها غلط واتساب مسجز نفهمها غلط الفريق يجلس يقول شو قصدها فلانة شو قصدها وحسب مزاج المستلم وهي ومزاج المستلم وبعدين ليش ما يردون علي الحين أنا أحيان من متى أنا قبل أقول حق أقول ما أدري حق منو كنت أقول له قبل لو أتصل لك البيت نورة موجودة لا برا عايز تلعب زين وإحنا صغار ما أفكر لين يوم ثاني في المدرسة مثلا صح هادي اليوم أنا اتصلت لك شفتك لا سويت لك مسج شفتك أونلاين وبعدين اونلاين يمكن اسوي شيء ثاني يمكن اشتغل يمكن اي شيء ليش الناس تتنرفز ما عندهم حتى هالذره صبر وصلنا مرحله ان نبى حتى الاونلاين فيتشر ما يبين كيف يعني الاونلاين فيتشر اللي في الواتساب تبين بيطلع لك اونلاين حتى لو انك انت يرموفد يور بلو تكس في سالفه البلو تكس طبعا في هذا يعني بروحه علم واسع الواتساب تدري البلو تكس يعني قرا يعني ما رد عليه عشان قرا ريموفينج ذا بلو فانت اوكي خلني بس على الاقل اوصل مرحله ريموف ذا بلو تكس الحين ذا اونلاين لان الحين حتى اظن احنا جيلنا فيري سبيشال لان واكبنا التليفون في البيت يوم انت تلعب في الحوي وخلاص يقعد ديسكونكت هالجيل اللي شاف قبل السوشيال ميديا وبعد شفنا كل شيء شفنا التليفون اللي في السياره وشفنا الحين وصلنا للتليفون اللي في ايدنا صح تليفون سيارة حق الزينة كان معظم الأحيان تحسين في تحسين عندنا مشكلة في الإمارات هاي سؤال مهم هل نحن ما عندنا كفاءات كفاية عشان شي كل واحد يوم يحصلون واحد عنده كفاءة عالية جدا يعطونه وايد أشياء عشان هالشيء وايد في الإمارات مقارنة بأي دولة وايد ناس يسألونه ظاهرة السوبرمان أتذكر قبل سنين طلعت مقالة إن واحد يا قال بعد حتى كرواد أعمال كأنتربنورز يا قال you'll never be a successful entrepreneur in the UAE because you guys do too many things at the same time أو واحد أمريكي أيضا كان فالفكرة كانت إن كيف أنتوا تحاولون تسوون وايد أشياء ما بتضبطون ولا شيء أنت مع ولا ضد أنا simply وأنت يعني مثال حي أنت تسوين هالشيء أنا 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 بعطيك just a very إجابة خلنا نقول بسيطة كل إماراتي إذا يقدر يشتغل عن 10 أشخاص يحب تدوت يشتغل عن 10 أشخاص عن 10 أشخاص يعني أنا لازم أقدم ما أقدم مرة أقدم 10 مرات إحنا كإماراتيين مقارنة بإخواننا وأخواتنا الأجانب اللي عايشين معنا أقل بوايد صح المسؤولية أنس أكثر أكبر بس الحين entrepreneurship أو واحد بيركز على شغل في أشخاص ما يقدرون يركزون في أكثر من شغلتين خلاص هم يعرفون أو مرات يوم يتحملون المسؤولية ما تستمر أكثر بسبب أيضا الواحد يكون عنده مقدرة أنس إذا أنا عندي المقدرة أني أنا حين أتكلم معك وبعدين برد الوزارة وبعدين عندي اجتماع المساء في الإعلام إذا أنا عندي المقدرة بشتغل مو بس عشان اني عندي المقدره عشان بعد سبب ثاني دائما احنا كناس نشتغل انا اليوم معك بس انا هل فكرت اني شفت فريقي اذا بانينا ولا لا اذا انا برا المكتب الشغل يمشي ولا يوقف الشغل مستمر اذا انا انتقلت من عمل واحد لعمل اخر لازم يكون الترانزيشن سلس جدا 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 صح فالعاتق اللي عليه هو ان نمبر 2 ليفل 2 يكون جاهز احنا ما نشتغل واحنا ناس احنا كل مؤسسه فيها مئات الموظفين الشخص اللي يترأس مجلس اداره عمله ما يكون كل يوم وما يكون ماكرو مانجنج لازم اعطي انس حقه في الشغل واعطي ايضا ان أمكنة في الشغل إذا أنا أمكنة الموظفين في الشغل وهم يقدمون وهم يوقفون بهاي الطريقة يكون العمل لسيستم معين صح بس إذا أنا بكون عندي 10 وظائف واشتغل
شغل حتى الموظفين في يكون عندي مركزية، هاي المركزية ترى مشكلة. في وايد عنها المشكلة. هاي المركزية مشكلة. أنا حتى مرة كنت واحد سألني عن ناس مثل خلدون والقرقاوي، وقال أنتوا الأمثلة اللي عندكم القيادات اللي ما شاء الله عندهم وايد مناصب في نفس الوقت. قلت لهم ترى الموديل ما يبقى له وايد تفكير. لو بس تعرف أنت، لو أنت شطارتك كقائد تعرف تبني فرق فيها استدامة، مثل ما أنت قلت يوم أنا أسافر إحنا شغل مستمر، يوم أنا أطلع يكملون. هاي القيادة ترى، مش إن أنت كل يوم تصير المكتب مركز على كل ورقة تطلع، هذا غلط. وأصلا ما بتقدر، ما بتقدر تتقن الموضوع. لا. لازم يكون عندك في كل مؤسسة، أنا أنس والله أنا معتمد على هذه هني، معتمد على هذا في هالمؤسسة هني اللي صح. في تكليف يجيك باك لازم تركز فيه، في أشياء يعني مشاريع معينة مثلاً لازم تركز فيها شوي، بس ما تدخل بكل صغيرة كبيرة. فأحس هو السيستم، هو تمكين الفريق في نفس الوقت يساعد أيضاً على أن الواحد بيشتغل 10 مرات، ولكن في نفس الوقت أنا عندي فريق متحمل أيضاً الشغل. فأنت تقولين لا يستوي؟ لا يستوي. وبس يستوي بإتقان؟ طبعاً. وكيف توازنين؟ هل تحسين قادرة توازنين بين حياتك الشخصية والشغل؟ هي الحمد لله sleeping hours عندي. شو المعدل؟ لازم أقول. أنا ترى زفت. يعني أنا أظن بين 4 ساعات ل6. لا مستحيل، أنا 4 6 ساعات ما. قليل جدا يعني؟ لا أكثر. إيه لا قليل شو؟ أشوفه قليل هنا. يعني. هو قليل قليل. إيه قليل طبعا. فتوصلين الثمانية اللي مفروض. يعني هو المفروض يكون 8. المفروض يكون 8. لا تقولين لي أنت 10. لا لا أنا 7 ساعات 7 ساعات ونص. زين. 8 is a luxury. صح. طبعا الواحد لازم يخصص الويكند يجلس مع أهله. مع ربعة. رياضة تسوين؟ رياضة هي. إيه. بشكل مستمر. 3 مرات 4 مرات في الأسبوع. الحين أقدر أسألك كم عمرك؟ كم وصلتي؟ 40. مش متزوجة؟ لا. تفكرين في الزواج بشكل عام ولا ما يجي حتى عبالك؟ أنا بقول لك وين رايح بهالسؤال. يعني الزواج هو عبارة عن طبعاً. أنا أعتبره شيء جميل إذا كان مع الشخص الصحيح. أعتبره شيء جميل بالعكس. أنا ليش أجيب لك السؤال؟ مش أحاول أدخل في موضوع شخصي أكثر عن أجيبك مثال لكل بناتنا في العالم العربي، للخليجيات وللرجل بعد، عشان يشوف هالجانب. اليوم أنت من أعظم الأمثلة بدون أي مجاملة في الدولة عن المرأة، المرأة المتمكنة، المرأة الموهوبة، المرأة اللي عندها شغف، اللي قادرة تسوي كم من شيء في نفس الوقت، اللي قادرة تضحك ويا ربعها، قادرة تدير بال على أهلها بس بعد يستشتغل. فكان في موضوع من فترة عن ليش المرأة، الرجل لا مو بوايد، بس ليش المرأة على قد الكؤوس على طاولتها والإنجازات وسوت وكذا في العالم العربي بالأخص يقولون هي بس مسكينة مو متزوجة، هي ما عندها عيال، مسكينة ما عندها ريال، ليش مسكينة؟ فأنا نقطتي اللي أبغى أوصل لها، أنت شوي تشرحين لي نظرتك أنت الشخصية، ليش قيمة المرأة مربوطة بزواجها؟ يعني مش كفاية أن أنت أنجزتي وسويتي، فسيدي يربطون أن لو الزوجة مرات مسكينة اللي متزوجة يمكن ما قادرة تجيب عيال، يقول بعد ما عندها عيال وهي مسكينة. أظن لازم يكون في مسكينة في الموضوع. هي ليش المرأة ما يشوفونها ككيان؟ لا. كامل ما يحتاج يتزوج. إذا يبغى إذا البنت تبغى تتزوج كيفها؟ مثل ما نقدر نقول إضافة. طبعًا. وأنت قلتي شيء جميل. طبعًا. بس مش إنه بدونها سوت ناقصة. أنس ما في شيء أجمل من عائلة متفاهمة متكاملة، ما في شيء أجمل من هذا الشيء. أنا عارف أنت علاقتك وايد زينة مع بنت. أخوي. أخوك إيه. أنا أحب الأطفال جدًا جدًا جدًا. يعني هم نقطة ضعفي بعد. اوكي. فانا اكثر وحده بوبيلر مع اخوي، مو لان بالعكس لازم يكون في ديسيبلين، بس مو مدلعتهم يعني. لا، لان انت يوم تعامل الطفل تعامله كشخص مثلك. تتحدث معه، تتكلمون. فانت تشوفين هذا شيء جميل. شوف، المجتمع دائما بيكون صعب، سواء كان عقليته يعني شويه قوم المسكينه او سواء انا الحين. دائما المجتمع بيكون عنده نظره معينه
دائما بيدور يمكن بيكون في نظرة معينة، وهذا الشيء احنا ما نقدر، يعني انا يمكن يكون عندي نظرة معينة لشيء، كل واحد له نظرة. انس في نفس الوقت مرحلة يعني وقت ان المرأة كيان ذاتها، هذا شيء اشوفه الحين في دولة الامارات، اشوفه مو بني ما اشوفه. اظن احنا من اكثر الدول اللي نقدر نمكن المرأة اليوم. ايه اشوفه، بس دائما بتكون فكرة المجتمع هاي صعبة، لأن إذا أنا بتم أقول أوكي شو بيشوفون شو بيقولون. أعطيك مثال، إذا أنا I posted هالصورة في السوشيال ميديا مثلا، أوه شو بيقول الحين، سألني أنا بس أنا بسأل نفسي الحين. نورة تفكرين قبل ما أنت تحطين أي شيء في السوشيال ميديا؟ لا ما أفكر، لأنه وايد مهم أن المجتمع بنبدأ حين وين بدينا في المقابلة، أن يشوف نفس الشخصية اللي موجودة خلف الكاميرا، خلف الكاميرا قدام الكاميرا مع الأشخاص. فهالموضوع حتى أيام ما كنا ناقش كثير من الموضوع، خل المواضيع اللي تختص بالأحوال الاجتماعية في المجلس الوطني، دائما يكون بعد في أشخاص يقولون أوه مسكينة حليلة، فشو أرد عليهم؟ مسكينة حليلة. بس المهم جدا أن نركز على شيء، نركز أن كيف إحنا كأشخاص نساعد بعضنا، يعني المرأة تساعد المرأة، الرجل يساعد المرأة، الرجل يساعد الرجل. بس أحس أنه لازم يكون في تكامل. أنس 100%، أنا أحس أن دولة الإمارات، مجتمع دولة الإمارات مجتمع تحضر في تكامل، الطريقة اللي حتى تطلع فيها في السوق الحين وصلنا مرحلة، الطريقة اللي في أشياء ما تعيبنا، بس الحمد لله الأشياء اللي عندنا في البلاد أحسن من الأشياء اللي نشوفها برا. أكيد، بس الحين لهالنقطة، الحين أنت وايد شيء غريب أن واحدة واصلة 40 كإماراتية مش متزوجة، هل انا بقول لك شيء ايجابي، هل هذا هالحريه اللي انت يا اخي انا كيفي، انا يوم ابغى اتزوج بتزوج، يوم ما لو ما بتزوج مش حد جابرني، هل هاي بعد عندك حريه وما في ضغط من اهلك؟ عشان معظم البنات في مجتمعاتهم يقولون لك من اول ما يمكن هي عمرها 20 سنة، ان شاء الله يوم بتتزوجين يوم بتيبي، من برمجه طنق طنق، وما حد جالس يقول خلها تختار يوم هي تحصل يعني ريال يشاركها حياتها بالسوق، يكون في شراكة تفاهم وتفاهم، مو بيلا يلا بسرعة بسرعة. هل بيتك كان في ضغط من هالناحية؟ نعم. ما حد يقول لك ليش وكيف؟ لا، بس غريب كيف عندك التفتح وهالحرية، معظم البيوت ما عندهم هالشيء. والله يعني اعتبر نفسي او نعتبر نفسنا محظوظين ان عندي الوالد والوالدة، هم مهم جدا عندهم راحتنا. يعني احنا يمكن صغار، ابوي وامي يعني ابوي ضابط بسيط في الجيش كان، وامي يعني موظفة بسيطة في التربية. بس انس يعني كل ذكريات طفولتنا هي مسافرين مكان، رادين مكان، فانا متأكدة ان كان في سيفينجز هم يتريون هالدقيقة عشان يطلعونا فيها. مو بسهل، مو بسهل على هذاك الوقت ان نسافر اماكن كل سنه، وانا اعرف ان الوظائف بسيطه كانت واقدر هالشيء. الحين يوم كبرنا بديت افهم اكثر انهم يشوفون السفر استثمار في عيالهم، استثمار في عيالهم، الوقت مع عيالهم يكون اكثر بوند يوم تكون مسافر. اكيد. زين، يوم درست ما قالوا لي شو تتخصصين، يوم اشتغلت بعد اول وظيفه خلاص، يعني مثل ما انت ماسك ايد ولدك عشان يمشي وبعدين يمشي روحه. صح. فها هو الاحساس اللي احنا نحس فيه في البيت. ما بقول لك انهم مثلا يقولون ليش، يعني لين الحين مثلا اذا في امور انا احس اني ابغى اشاور فيها الوالد والوالده في شغلي، ولا مرات الواحد يكون متضايق من شيء، نجلس نتكلم. وعندكم هالنوع من بيئة؟ هي هي. قريبة من أمك ولا أبوك؟ أنا قريبة منهم الاثنين، قريبة من أمي أكثر في خلنا نقول بداية يعني في المدرسة، من صغري وايد قريبة من أمي،
بعد فترة العمل وفوق تقربنا من بوي أكثر. سويت ربع. هي. صح إن متأخر بس أبوي كان يسافر يعني كل شيء بس يعني أبوي كان شغل وفجأة نشوفه مثلاً في السفر أو البسه يكون تعبان فالبوند الوالدة كانت تدرسنا أنا يعني تدرسنا بعد المدرسة تيس تدرسنا بعد الامتحان تيلس مثلاً أنا امتحنت الحين خلصت تمتحني نفس الامتحان لأن فيها فضول إن تبى تعرف درجتي. هل تحسين ها بعد أسس فيك منهجية معينة كيف تواجهين الشغل وكيف تشدين حيلك؟ هي. أنت قلتي أنا كنت أشوف أمي وأبوي يمكن قدوة ولا كمثال أعلى. هي. يعني أثر فيني في شغلي أثر فيني في دراستي. يعني في الثانوية كنت ما توقعت إني بسوي هالشيء بس في الثانوية كنت خلاص قلت شهر كامل ما أريد أشوف حد ما أريد أطلع ما أريد أشوف ربعي. كنت أقوم الساعة 4 الفجر. أبدأ المذاكرة الساعة 5 الفجر بريك بس غدا 8 في الليل أنا راقدة متواصل. واو. أيام الثانوية يوم كنا امتحاناتنا الكتاب كامل ويبت يعني معدل عالي بس أظني هالفوكس شو اللي محركنك شو تبين تنجزينه الحين أنت كل واحد عندنا حياة كل واحد بيسألك ومرات يمكن ما نفكر في هالسؤال ولا ما عارف نجاوبه بس لو قلت شو هدفك في هالحياة اللي الحين عندك ليش عندك هالشغف والحركة اللي مشغلنك الدينامو شو هذا؟ أنا أحس وطنيتي. ومن وين تي الوطنية من طفولتك؟ هي يعني من طفولتي كنت أحس يعني طبعاً ما فاهم الوطنية مثل الحين. بس طفولتي كنت يمكن فينا روح التنافس هالتنافس اللي بس عندنا يعني عندنا مواطنين اللي وايد كسولين وعندنا اللي منجزين عندنا انواع واشكال اكيد ومو بانتقادا هذا بس اقول لك باي مجتمع بس انا اليوم اللي اشوفه يعني حتى من يوم اقدم محاضرات المراه الاماراتيه عندها اندفاع مش طبيعي يمكن عشان تشوف وزيرات تشوف مديرات تنفيذيات يمكن هي مديرات تنفيذياتي فيشوفون امثله يشوفون لا انا لو انا صدق شاطره عندي فرصه في هالبلده يمكن في بلدان ثانيه قريبه ولا بعيده انا ما عندي اي فرصه حتى ترى حتى ما يغرج يعني حتى برا في امريكا في وايد عندهم مشاكل في اوروبا عندهم وايد مشاكل بالنسبه للمراه تاخذ مناصب قياديه فبس انا اشوف اني اسوي محاضرات البنت الاماراتيه عندهم حركة ونشاط مش طبيعي يبون يثبتون شيء تحس ان هالشيء دائما في يبون يثبتون شيء انا احس طبيعة المرأة تبغى تعطي اكثر احس طبيعة المرأة تعطي احس فيها عطاء صح احس هالشيء ثاني شيء انا سويد مهم ان في عطاء وفي تقدير يعني شيوخنا يقدرون في يعني رؤساء يقدرون يعني أنا بداية مسيرة عملي يوم اشتغلت مع خلدون كان دائما يقدر موظفينا دائما في تقدير دائما في شكر وهذا بعد الحين نشوفه سواء كان في اجتماعات مجلس وزراء سواء كان وجود الشيخ محمد الراشد محمد الزايد شيخ منصور تحس إن القيادة تعرف أنت شو تعطي وتقدر هالشيء هاي كلمة وايد مهمة. هي التقدير وايد مهم. مرة كنا نسأل سؤال شو اللي يخليك سعيد؟ عهود الرومي عطتنا يعني تاسك. تاسك إنه لازم نتأكد إنه مهم هالتاسك. أكيد. فيها الإجابات في الوزارة السابقة اللي كنت فيها وزارة مجلس وشؤون مجلس الوطني. فسألنا سؤال. شو أكثر إيجابيات؟ لا راتب، لا أنتم ما رقيتوني. 80% من الإجابة اللي يخليهم يعني happy وسعداء التقدير acknowledgement. عجيب. 80%. فحس عندنا في بيئتنا فيها تقدير. صح. في شيء معين تبين توصلينه للشاب والشابة الإماراتية؟
من هالمقابلة عشان آخر شيء يسمعون لك. لو البنت في الجامعة ولا بنت في المدرسة ولا ولد في شيء معين تبين عشان أنت مثال من الحكومة الاتحادية، مش بس روحك لا، أنت موجودة من غمسة في الموضوع، شو تقدرين تقولين لهم؟ ما أبغى يكون شيء رسمي يعني، أبغى شيء شوف ياسر أفكر أنا استدري يعني ياسر أفكر يعني أنت تسألني هالسؤال وايد أشياء في رأسي تجي تعرف يوم شاف شيء. لأن إحنا كنا في أعمارهم. صح. وكنا نحب نسمع أغاني وايد ونشوف فيديو كليبس ومجلات. أنت تحبين الموسيقى ترى؟ أحب الموسيقى وايد. أقول ما علي كل ما يطلع ترند ننهاجمهم. لنهاجمهم أغنية معينة، رقصة معينة، قصة شعر معينة. ليش طالعين هنا؟ زين لنهاجمهم. لأن قبل أتذكر أشوف صور قديمة أهلنا تدري أيام شوف يوم طلعت موضة الجاكسون فايف مع أن شعرهم زين يعني بس في ترند البنطلون اللي شيء البنطلون الها فلنهاجم لنهاجم لنهاجم بس لازم نتأكد من شيء أن يعتزون بهويتهم. يعتزون أن أنا اليوم بلبس لبسي، أني أنا اليوم بتكلم لهجتي، أني أنا اليوم أعرف محيطي اللي أنا عايش فيه. سياسيا كيف شكله، اقتصاديا كيف شكله. أنا ما أقول أدرسه، ما أقول read the whole Wikipedia page. كن واعي، كن واعي، لأن يوم بتسافر يوم حد بيسألك سؤال عن بلادك وما بتعرف تجاوب kind of يعني embarrassing، محرج الموضوع. صح. فأحس أن استانس وايد إحنا متولهين على أيام الجامعة. سافر وايد، سافر وايد، استانسوا الوقت اللي أنتوا تقدرون تستانسون فيه استانسوا فيه. أنا الوقت اللي أقدر استانس فيه استانس فيه حتى لو عمري. أنت تحسين موازنة؟ أنا الحمد لله قادرة تأخذين بريك إجازة ربعك طلعة. الحمد لله أنا قادرة. ضروري أكيد. بس متقبلة إنه بيخترب بلان إنه بطلب أسافر سفرة أو أشتغل شغل أو أتمرن 10 في الليل. وهني وين الوطنية هي ال... 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 هي الأسمى. الأسمى هو إنه الأسمى من شيء هي مسؤوليتي، هي أنا لازم أحط في بالي أنا في هالمكان في سبب أنا في هالمكان، فلازم أنا أكون خلاص ملتزمة، لازم يكون في التزام. صح. أهم شيء الاعتزاز بالهوية، ثاني شيء يكون في هدف في الحياة. يوم ببدأ أشتغل يكون عندي هدف، ما علي أول شغلة أنا مش مستانس فيها، بس لازم أعرف إنه في شغلة ثانية بستانس فيها. الواحد لازم يركز شو الشغف مالي، شو الباشن مالي، بعدين ستيكس انتو ات. هل أنت سعيدة؟ الحمد لله سعيدة. كم من 10؟ لا ما بنحط رقم، بس تحسين قادرة توصلين للسعادة الداخلية؟ بعد هالأسئلة اللي حاول أسألها مش أسئلة أباها تكون بأسلوب بايخ ولا سخيف، أنا مهم عندي أسأل هالأسئلة عشان ضروري الواحد يسأل السؤال بصراحة إجابة. مثلا أحد يقول أنا هالفترة والله مجتهد وتعبان. ترى تي وأوقات أن الواحد يكون طفران عادي. بس كله على بعض تحسلين؟ كله على بعض الحمد لله. يعني الابتسامة اللي بجابلك فيها أنت ما بتعرف إذا أنا سعيدة أو لا. في بداية المقابلة بس قلت أنت عندك ابتسامة. هاي من الوالدة. هاي ودائما يعني أعطي كريدت الوالدة. مو بشكل ابتسامة مال لا يعني في ابتسامة صدقية. هي يعني شو خلف الابتسامة؟ هل تقدير؟ هل أنا مرتاحة؟ أنا أقول الحمد لله على النعمة اللي أنا فيها. شو وراء الابتسامة؟ عشان أنا أشوف الابتسامة مو ابتسامة رسمية، لا ابتسامة ابتسامة. الحمد لله أحس إن يعني شوف أحس إن أول شيء مثل ما قلت أنس سعادتي من داخل. بس أحس إن هي مو بالسعادة، أحس في أكثر القناعة. القناعة بس مو بالواحد يخاف ان القناعة خلاص يتقبل اللي هو عنده. لا لا القناعة ان بتقبل بس مو بطريقة تكون مش موازية للي انا استاهله يعني. هي اللي استاهله او بعد مرات انت تفكر تقول هل يسوى اني انا اكشر في واحد؟
أوكي مرات واحد يعصب بس شو هو اللي يسوى؟ يعني مثل ما بدينا اليوم، يعني إذا الواحد بيطلع مكان أو بيكون في إيفنت ولا بيكون في اجتماع، أحس إنه بعد في راسك لازم تعطي كل وقت حقه. صح. في الاجتماع تعطي حقه، ما تفكر أوه بعدين شو بسوي أو إذا يعان بعدين شو باكل. It's okay. It's okay يعني تفكر about your next meal. المندي عادي. أنا نسيت شيء على العيش. بس أحس إنه كله في يعني مرات يقولوا لك شو يعني مثلاً في ال مديتيشن مهم. I do meditation. أنا معك. شغال على أب جديد بعد. شو هو؟ Headspace. Headspace. I used to do Headspace. الحين I'm doing. في واحد ثاني اسمه كان. I'm doing Calm. لا. أربيع يقول لا هذا أحسن. أنا أحس واحد مفروض شوي أفكر طول اليوم نحن من أول ما نش تشل التلفون شوف إيميل شوف مسج شوف مسكول ترى ما نجلس ولا دقيقة. لا تمسك غير الصلاة. لا تمسك التلفون أول ما تقوم منه. يقولون. No. يقولون غلط. حاول إن if you do your head space الصبح المديتيشن الصبح 10 دقائق. صح. هالعشر دقائق تلعب دور لأنك أنت يوم أنت تقوم الصبح ورشت وكل شيء ورا بعض وستين ألف شيء بدايتك غلط. بدايتي غلط. صح. لا تخلي البداية غلط ولا تخلي نهاية يومك غلط. نحتاج مرات نريح بدون تلفونات بدون أي اضطرابات في العقل بس نهدى. صح. بس نركز دقيقة ويمكن نقدر اللي نحن فيه. صح. صحة وحياة وأمن. صح. تعرفين المهم ما بطول أنا وايد عليك. استنس بديت ندش و ناخذك انت شوي من عالمك اللي اظن جدولك وايد صعب. وايد استانست. ففرصه خفيفه شيء. وايد استانست انس. كانت جلسه حلوه. شكرا. الحمد لله اخر سوينا المقابله. صح. تعرفين بعد كم سنه. صح. فاتمنى لك كل التوفيق وزين شفناك. شكرا. وان شاء الله دائما على تواصل. ان شاء الله انس. ثانك يو. شكرا. شكرا. ما قصرتي. شكرا.